أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون حول الموجة الحارة التي تتعرض لها المنطقة الشمالية والشرقية، وأيضا سنتحدث عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القوية التي ستؤثر على المنطقة الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. المحاور الرئيسية التي ستتحدثها خلال هذه النشرة هي حالة من عدم الاستقرار الجوي تكون قوية الشدة وفرصة السيول عالية في العديد من المناطق، أيضا موجة حارة على الشمال وشرق السعودية. لا بأس أن نبدأ نشرتنا باستعراض صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم ولتوضح انتشار لبعض الغيوم العالية بدون فعالية في منطقة الربع الخالي، وإذا المنطقة الغربية والجنوبية الغربية هي عبارة عن رطوبة في طبقات الجو العالية قادمة من منطقة بحر العرب. خلال ساعات الظهر يتوقع أن تتكاثر الغيوم الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية بفعل هذه الرطوبة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار أو خرائط شدة حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية خلال الأيام القادمة وخلال الأسبوع الحالي، حيث يتوقع أن تتأثر المنطقة الجنوبية الغربية بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تتركز في منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الطائف، وأيضا أجزاء من المدينة المنورة. فرصة السيول عالية في عموم تلك المناطق يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تشمل زخات الأمطار الرعدية منطقة مكة المكرمة، مدينة مكة المكرمة، وأيضا المشاعر المقدسة، وبالتالي تكون هناك فرصة السيول عالية خلال ساعات ظهيرة وعصر يومي الاثنين والثلاثاء. خلال ساعات المساء يتوقع أن تتحرك هذه الغيوم الرعدية من منطقة مكة المكرمة غربا باتجاه مدينة جدة، وبالتالي تكون هناك الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار تكون أقل شدة من مكة المكرمة، لكن تترافق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. من جهة أخرى أيضا تتأثر منطقة جازان وعسير بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يتوقع أن تهطل زخات غزيرة من الأمطار في المناطق الجبلية والساحلية على حد سواء، تشمل مدينة جازان خاصة يوم الثلاثاء، حيث تكون الفرصة عالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه. في موضوع آخر ننتقل الآن إلى تأثيرات الموج الحارة على المنطقة الشمالية والشرقية والكتلة الهوائية الحارة، حيث تستمر تأثيراتها خلال الأسبوع الحالي. درجة الحرارة تكون في أواخر الأربعينيات في عموم المنطقة الشمالية والشرقية، تلامس 50 في منطقة حفر الباطن وبعض الأجزاء من منطقة الشرقية. ننتقل الآن إلى الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 32 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33 يوم الثلاثاء 44 إلى 34، ويوم الأربعاء ترتفع لتسجل 45 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 34 درجة. في نهاية نشرتنا نستعرض معكم هذا الفيديو، حيث تشهد عدد من المحافظات المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار، حيث شهدت محافظة الطائف في السعودية عصر ومساء يوم الجمعة الماضي أمطار غزيرة، أدت هذه الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.